كثير مبسوطة بالرغم من كل الظروف والتحديات اللي مرنا فيها، احنا قادرين نستمر. أنا روان، مصممة جرافيك، ساكنة بإربد الأردن، بشتغل مع اللاجئين ومع المواهب الأردنية. نحن بنشتغل بالأزياء الصعبة وبالمنتجات المستدامة اللي إلها أثر إيجابي على البيئة والمجتمع. نحن كتير فخورين وعم نقدم منتجات طالعة من المجتمع المحلي، مصنوعة بأيادي سيدات أردنيات ولاجئات سوريات، وعم توصل للعالم كله. الشغل معنا كتير سهل وبسيط، أغلب النساء اللي بيشتغلوا معنا بيشتغلوا معنا من بيوتهم. أنا كتير فخورة صراحة. نحن عن طريق شغلنا عم نقدر ندعم المرأة في مادياً ومعنوياً لحتى تصير هي أقوى، إلها صوت في المجتمع.